بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. النهاردة ميعادنا مع الجهاز ده، ستار نت توين 3000 أو التوربيني الجديد. التوربيني الجديد عندنا هو أعلى جهاز أندرويد بدقة الـ 8K 4K Ultra HD، وفي نفس الوقت حامل لمنصات شيرنج عالية جدا، وأيضا منصات مشاهدة عبر الإنترنت حدث ولا حرج. عدد كبير جدا 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 من المنصات، تقريبا 12 منصة اي بي، وعندك 2 سيرفر شيرنج على أعلى مستوى في الوطن العربي حاليا، وهم الجوسات والفوريفر. جهاز يا جماعة بتاعنا التوين 3000 أو التوربيني الجديد. جهاز التوربيني عندنا ليه مواصفات كتير قوي، اهمها المعالج الخاص بالجهاز. الجهاز بتاعنا يا جماعة معالج مميز جدا، ومن المعالجات المعروفة في السوق الالكترونيات بصورة عالية جدا، هو معالج الام لوجيك 905 اس. المعالج بتاعنا بيدعمه او عتاد الهاردوير الخاص بتاعه بيكمله او بيزود الجمال بتاعه، انه 4 جيجا رام، 4 جيجا رام من نوع الدي دي ار، وفي نفس الوقت معانا ذاكرة عشوائية تقدر ب 64 جيجا. فبالتالي بقى عندك هنا ما شاء الله منظومة جميلة جدا، تركيبها عالي جدا. بنتسائل من فترة كتير، من فترة كبيرة جدا بتسائل، فيش اجهزة 4 جيجا ليه؟ فين اجهزة ال 4 جيجا؟ الناس كلها كانت بتسأل على 2090 بصورة كبيرة جدا. جهاز 2090 من الاجهزة اللي اثبتت مكانتها في السوق بصراحة. جهاز 2090، بس كان جهاز 2090 مش بنفس قوة العتاد الموجود النهاردة عندنا، لأن الذاكرة في 2090 كانت 32 جيجا رام، هنا الذاكرة أصبحت 64 جيجا، يعني أصبحت مضاعفة. فبالتالي بقى في عندك هنا نوع من السرعة في الأداء. أنت دلوقتي بتمسك الريموت بتاع الجهاز، الريموت الماستر البلوتوث، وكمان الريموت خلي بالك بلوتوث، أول جهاز أندرويد في شركة ستار نت يحتوي على ريموت بلوتوث، هو الجهاز ده التوربيني بتاعنا او التوين 3000. بتمسك ريموت البلوتوث، بتروح بتيجي بتتحرك، بتعمل جميع الوظائف جميع الاوامر بصورة سلسة جدا، بتحس ان الريموت بيتحرك لوحده، ودي ميزة بصراحة انا شفتها في السوفت وير بتاع الجهاز. يعني اداء يعني فيش تقل خالص في الريموت، لا انت بتتحرك بسلاسة تامة كده، في نعومة في الحركة، في سلاسة وبساطة في الوصول، وآلية الوصول لكل المنصات على الجهاز. ان شاء الله عاملين فيديو لشرح ازاي تتعامل مع الجهاز، ازاي تقدر تفعل السيرفرات، ازاي توصل لسيرفراتك، ازاي توصل للتصفح، ازاي تقدر ان انت تحط الجيميل، وتقدر ان انت تتصفح، تنزل تطبيقات من على جوجل بلاي، سيرش تعمله ازاي. الامور دي كلها ان شاء الله في فيديو يعني موسع بالنسبة لآليات تشغيل التوربيني الخاص بتاعنا توين 3000. التوين 3000، انا اول ما مسكت الجهاز ما شاء الله تحس ان انت ماسك جهاز قيمه كده، قيمه، جهاز تقيل، جهاز تقيل بجد، جهاز تقيل. انا اول مره امسك جهاز تقيل، جهاز تقيل، وفي نفس الوقت بورده كبيره ما شاء الله بعرض الجهاز، وهتشوف كل حاجه دلوقتي صوت وصوره. وفي نفس الوقت ما شاء الله الحراره ما فيش، الحراره جهاز دافي جدا، لا يعني يكاد لا يكون له اي سخونه خالص، ودي ميزه انا حسيتها. واول ما مسكت الجهاز بصيت على موضوع الحراره ده، ما شاء الله الله اكبر. دايما يا جماعه عتاد الهاردوير والسوفت وير لما يكون غني غني جدا بالمحتوى او بالادوات اللي بتديك امكانيات عاليه، مع كمان سهوله في تمرير الاوامر في الاداء، كل ده بيديك براح عالي جدا في الاستخدام. انا هقول لك بس كده مثال بسيط، ومعلش انا برغي شويه. انت لو عندك الموبايل بتاعك الذاكره ممتلئه، هتحس بايه في الموبايل؟ هتحس ان الموبايل عندك تقيل، حركته تقيله، بيسخن، لو شحنت هتلاقي بايد نار. طب كل ده ليه؟ لان انت هنا عتاد الهاردوير بتاع الموبايل بتاعك اللي هو اندرويد زي الجهاز ده، انت خنقته، اديت يعني الذاكره خدت كتير جدا، وكمان الذاكره لما بتتملي بتبدا الرامات كمان تتعب جدا، لان الرامات بتبدا تعوض الزياده اللي في الذاكره. فكل المشاكل ديت الحمد لله في جهاز التوين او جهاز التوربيني بتاعنا تلافيناها، تلافيناها بمعنى ان بقى عندك 4 جيجا رام من نوع الدي دي ار
احدث اصدارات، وفي نفس الوقت عندك ذاكره 64 جيجا. 64 جيجا يا جماعه بالنسبه للاندرويد الريسيفر خصوصا، لانه اندرويد تي في بوكس في نفس الوقت، ده يعتبر ذاكره كبيره جدا، ونادرا لما بنلاقي او مش هتلاقي حاليا في السوق المصري جهاز الذاكره بتاعته وصلت ل 64 جيجا، مفيش. فبالتالي بقى عندك هنا في ذاكره عشوائيه او تديك سرعه وصول عالي جدا، وفي نفس الوقت مساحه كبيره مع رامات عاليه، مع كمان يعني سيرفرات ومنصات واليه تشغيل سريعه، كل ده موجود في جهازنا النهارده التوربين بتاعنا توين 3000. لو جينا فتحنا الجهاز بتاعنا يا جماعه نشوف شكل الجهاز. طبعا ده شكل الجهاز بتاعنا النهارده التوين 3000 توربيني ستار نت. طبعا زي ما احنا شايفين عندك هنا الماوس، الماوس هتلاقيه في الغالب يعني هتلاقيه جوه العلبه لما يوصلك الجهاز، تمام؟ بس انا كنت مطلعه وكنت بجرب وكنت يعني بستمتع بالجهاز. بيوصلك الماوس مع الجهاز في كيس طبعا بتاعه، انا طلعته من الكيس. والجهاز بتاعنا ده جهازنا النهارده هنجيله، او بلاش نجيله، احنا هنجيله الاول، خلي الكرتونه على جنب دلوقتي. طبعا ده الجهاز بتاعنا اهو، جهاز ستار نت توين 3000 زي ما احنا شايفين كده شبابنا. ده الكيس اللي بيجي فيه، نحطه على جنب. الجهاز بتاعنا بسم الله ما شاء الله، الواجهه بتاعته طبعا واجهه ديجيتال رقميه، وفي نفس الوقت في عندنا زراير بريس، في ثلاث زراير لتقليب للشانل بتاعتنا زي ما احنا شايفين في الجهاز من الاعلى. والواجهه بتاعتنا واجهه عريضه ما شاء الله، واخده العلامه التجاريه الستار نت. طبعا الجهاز زي ما قلت الجهاز تقيل، تقيل، وفي نفس الوقت الجهاز عريض وكبير عن الاجهزه المعتاده، حتى 20 80 20 90 اصغر منه. بس طبعا مش كبير قوي، يعني مش الجهاز بتاع زمان الاجهزه الكبيره اللي هي البوكس الكبير، لا. ده مقاس الجهاز بالظبط اهو عشان نبقى ايه واضحين. طبعا دي مداخل ومخارج الجهاز، وكلنا عارفين المداخل والمخارج، هو بس بيزيد عليها مدخل الاوبتيكال الصوتي بتاعنا اهو، مدخل الاوبتيكال ده برده ما بتلاقوش في اي جهاز الا في الاجهزه الغنيه بصراحه ربنا، اجهزه غنيه الاجهزه العاليه. وعندنا المداخل بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، مدخل اتش دي ام اي، مدخل الكيبل الدش او ال ام بي، وعندنا كمان فتحه الايثرنت لان الجهاز فيه فتحه انترنت لاستعمال كيبل الانترنت، بالاضافه للواي فاي المدمج الداخلي في الجهاز. وعندنا كمان هنا دي فتحه الاتش دي ام اي، عندنا هنا فتحه الاي في لو عايز تشغله على تلفزيون عادي بجاكيت 3 في 1، تشغل على التلفزيون العادي خالص مش الشاشات كمان يشتغل. وعندنا كمان فتحه سنسور الاي ار لو عايز تضيف له سنسور اي ار متاح، وكمان عندنا فتحه ال 12 فولت 2 امبير. الادابتور اللي بيجي مع الجهاز 12 فولت 2 امبير، 2 امبير عشان بقاش فيها كلام، الجهاز جاي معاه 12 فولت 2 امبير، وجاي معاه ادابتور شياكه وادابتور كده، حاجه ايه شغل جديد، شغل عالي بصراحه ربنا. فين ده شكل الادابتور بتاع الجهاز ومكتوب عليه القيمه بتاعته 12 فولت 2 امبير. ومعاك السلك بسم الله ما شاء الله حوالي متر ونص، السلك اللي جاي كمان مع الجهاز سلك طويل بالنسبه للادابتور. ومعانا الاثنين ريموت، ومعانا كمان كيبل ال 4K. ده يا جماعه شكل الجهاز بتاعنا النهارده زي ما احنا شايفين كده، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا فتحات التهويه من اسفل، وفتحات التهويه من اعلى، وفتحات التهويه من الاجناب. وبالرغم من كل ده هو مش محتاج فتحات تهويه لانه ما بيسخنش، انا اللي بقول على عهدتي ان شاء الله رب العالمين. طيب بالنسبه للجهاز طبعا احنا كده خلاص اتكلمنا في المداخل والمخارج والحاجات بتاعته. في حاجه يا جماعه مهمه، الفتحات اليو اس بي، الجهاز عندك بيجي لك بفتحه يو اس بي من نوع ال 2.1 اللي هي الفتحه الزرقاء اللي تعتبر اعلى فتحه حاليا على مستوى العالم، فتحه ال 2.1 بالنسبه لليو اس بي دي بتديك سلاسه تامه في استخدام الفلاشات او تشغيل الداتا، اي داتا على الفلاشه تقدر ان انت تنزل تطبيق عن طريق الفلاشه وتنزله على الجهاز زي الموبايل بالظبط، تاخد تطبيق، تسحب ملف قنوات، تسحب سوفت، كل ده متاح مع جهازنا النهارده التوربيني توين 3000. الجهاز بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر، انا بشوفه جهاز تحفه فنيه اصدار ستار نت، شغل عالي 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 بصراحه ربنا. ده بالنسبه للجهاز عندنا. طيب لو جينا لباقي المشتملات هيجي كده على الكرتونه بتاعتنا، عندنا الجهاز بيجي معاه اتنين ريموت وحجر البطاريه. الاتنين ريموت بتوعنا بسم الله ما شاء الله معانا اتنين ريموت
هاي كواليتي، يعني اتنين ريموت مميزين جدا. ده الريموت الماستر الاصلي زي ريموت الشاشات بالظبط، بسم الله ما شاء الله. استخدامه سلس جدا مش صعب، في لمبه طبعا بتنور مضيئه تبين لك اذا كان البطاريه شغاله بتاعت الريموت ولا لا. ريموت جميل جدا بسم الله ما شاء الله، مختلف عن الريموتات اللي فاتت. وكمان ريموت بلوتوث، اصبح اجهزه الاندرويد فيها حاليا ريموت بلوتوث هو الريموت بتاعنا. استخدامه سهل جدا وسلس جدا في الاستخدام. ده شكل الريموت، وفي كمان سرعه اليه الوصول لكل حاجه بتلاقيها مرصوصه في الريموت بتاعنا. وكمان معانا الريموت بتاعنا التاني شبيه الريموت الفابريكا، يعني الريموت التاني شبيه ريموت الفابريكا، وده الريموت العادي برضو الخام بتاعه خام عالي جدا بسم الله ما شاء الله، واستخدامه سلس جدا. طيب احنا كده خلصنا بالنسبه للريموتات. طبعا عندنا بيجي لك كيبل ال4K الخاص بالجهاز، كيبل ال4K المحمل التقيل، برضو نشوف شكله علشان الحاجه اللي تجي لك تبقى هي اللي انا قلتها في الفيديو. ده شكل كيبل ال4K الخاص بجهازنا النهارده التوين 3000. طيب خلصنا كده التوين 3000، اظن كده خلاص خلصنا الادابتور والريموتات والدنيا كلها زي الفل. طيب بالنسبه للجهاز يا جماعه لازم برضو نقول حاجات، وزي ما احنا شايفين كده ماشيين مع الصور بتاعه الجهاز. زي ما قلنا يا جماعه السيرفرات بتاعه الجهاز، انت عندك 15 شهر فوريفر، 15 شهر فوريفر، وكمان داعم الترجمه وداعم الصوتيات الخاصه بالفوريفر، وكمان شفره الاوتوبيس الخاصه بالفوريفر بيدعمها الجهاز. كمان انت عندك 25 سنه جوسات، يعني تعتبر جوسات مفتوحه عندك مدى الحياه. عندك 25 سنه جوسات خاص بالترجمه الاحترافيه، وكمان خاص بالصوتيات الخاصه بالجوسات، وكمان عندك الصوتيات الجوسات مفتوحه المده، مش لمده الجوسات وبس، لا هي مفتوحه مدى الحياه. وكمان عندك مفاجاه على الجهاز بتاعنا بالنسبه للناس اللي بتحب الشيرنج، عندك كمان صوتيات سيرفر النوفا مفتوحه المده على الجهاز، يعني عندك سيرفرات الجوسات والنوفا مفتوحه المده مدى الحياه على الجهاز مع صوتيات الفوريفر لمده 15 شهر. فبقى عندك هنا بسم الله ما شاء الله صوتيات كتير قوي، وعندك دعم للترجمه موجود كبير قوي. طيب بالنسبه لي احنا كده اتكلمنا في الفوريفر والجوسات، وطبعا زي ما قلنا جهاز الفابريكا اللي انا شرحته امبارح تقريبا كان اول تحالف بين الفوريفر والجوسات، حاليا التحالف رقم 2 بين الفوريفر والجوسات، ودي مش موجوده في اي اجهزه تاني بصراحه. الجوسات حاليا اصبح منصتين قويتين جدا ومكملين لبعض، وفي نفس الوقت موجودين في مكان واحد هو جهاز التوين التوربيني ال 3000. فبالتالي بقى عندك كده توليفه قويه، في عتاد قوي، في ليك ظهر، ليك ظهر، ليك لا ليك ظهر في الشيرنج بتاعك على الجهاز. طبعا بالنسبه لقوائم الجهاز هنسيب لكم صور انت تشوف شكل القوائم بتاعه الجهاز، ازاي الوصول، شكل المنيو، شكل الاب ستور بتاع الجهاز، حاجات كتير هسيبها لكم في الصور. طبعا عندنا منصات مشاهده عبر الانترنت حوالي 12 منصه اي بي تي في، 12 منصه، فطبعا يعني عدد لا يعني كبير كبير كبير، يعني انا حتى يعني تقريبا ما فكرتش احسبهم، بس عندك ما شاء الله يعني كتير. اولهم سيرفر نوفا، وسيرفر نوفا ده هو فاكهه السيرفرات، عندك 3 سنين سيرفر نوفا على الجهاز، وعندك مارفل سنتين، عندك اكس سنتين، عندك مافن سنتين، عندك ميجا سنتين، عندك كيوت طبعا تعبان قوي انا ما بحبوش بصراحه سنتين، سيرفرات المساعده او سيرفرات الدرجه الثانيه، عندك هاها سنتين، عندك بازوكا، لا مفيش بازوكا، عندك بسم الله ما شاء الله بالانس سنتين، عندك منصات كتير قوي 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 هقول لك عليها في عجاله علشان ما انساش، لاني انا بصراحه بنسى بسرعه ولما بنسى خلاص راحت مني. عندنا كوبرا كمان سنتين على الجهاز، زائد مافن سنتين، زائد هاها سنتين، زائد سيرفر جوي اللي هو فورس القديم اصبح سنتين، مع الكيوت سنتين، مع كمان النوفا 3 سنين. طبعا انت عندك هنا سيرفرات الصف الاول، عندك نوفا، مارفل، اكس، ميجا، مافن، بالانس، دراجون، جوي، كل دي سيرفرات صف اول. يجي تحتها السيرفرات الصف الثاني هو كيوت وهاها فقط، دي سيرفرات المساعده، لكن باقي السيرفرات كلها سيرفرات نمبر 1 بصراحه، وميزه محترمه جدا. وزي ما قلنا عندك الصوتيات، عندك سيرفرات صوتيات الفوريفر وصوتيات الجوسات وصوتيات النوفا، كل ده صوتيات موجوده على جهازنا النهارده. طبعا مدخل HDMI من نوع 2.1 الموجود على الجهاز،
بيديك صورة دقة عالية جدا، خصوصا على قنوات ال 4K وقنوات ال HD. كمان عندك واي فاي يا جماعة. الواي فاي عندنا الحديث من نوع ال 5G اللي بيستقبل شبكات ال 5G اتش زد، مميز جدا، مع كمان منافذ ال USB الخاصة بالجهاز، مع دعم كامل لملفات ال M3U وتطبيقات كمان نتفليكس واليوتيوب والفيسبوك، كل ده موجود على الجهاز. زي ما قلنا يا جماعة، الجهاز ما شاء الله هو اندرويد 4K تي في بوكس، وكمان بعتبره كمبيوتر في نفس الوقت، بعتبره جهاز لابتوب مصغر، لان انت عندك الاندرويد 9، ده اندرويد 9. ولو يا جماعة مسكنا الجهاز نفسه، سيب الكرتونة شوية، نمسك الجهاز نفسه، ما شاء الله مداخل ومخارج الجهاز فيها يعني ايه، نوع من الاتقان. يعني انا لو بصيت كده المداخل والمخارج بتاعت الجهاز، لا، في نوع من الاتقان وفي العناية، عناية كاملة بصراحة ربنا من الشركة المنتجة. الجهاز بسم الله ما شاء الله عالي الاداء. انت عندك فتحة الزرقاء بتاعت اليو اس بي دي الخاصة بالفلاشة ال 3.0، عالية الاداء جدا، مع كمان واحد يو اس بي عادي موجود مع الجهاز. طيب يا جماعة، طبعا في فتحة الاوبتيكال الخاصة بال الصوت او الساوند بار الخاصة بيه، الناس اللي عايزة تشغل ساوند بار موجودة هنا اهي، ودي برضو قليل جدا، انا اول مرة اشوفها في جهاز ريسيفر تبع الشركة عندنا او تبع شركة ستار نت، مع كمان الواجهة المضيئة الخاصة بالجهاز. جهاز له ثقل بصراحة، وجهاز مميز جدا كأداء وكصورة في نفس الوقت. سرعة الفتح بالنسبة للشيرنج عالية جدا، استقبال الجهاز بالنسبة لشبكات الواي فاي عالي جدا، وكمان عندك فتحة كيبل الايثرنت، وكمان ممكن توصل واي فاي عن طريق البلوتوث نفسه موجودة في تكوين الشبكة الخاص بالجهاز. فبالتالي احنا عندنا جهاز بسم الله ما شاء الله، جهاز عالي الأداء، جهاز محترم جدا جدا، جهاز فيه شغل ومتعوب عليه بصراحة بصورة كبيرة جدا. الصور اللي انتوا شفتوها كلها دي صور للسوفت وير بتاع الجهاز من الداخل، فيها آليات التشغيل، فيها طبعا، بس طبعا ما رضيتش اجيب صور قنوات لانه ممنوع، لان الفيديو هيتحذف لو جبت اي صورة لاي قناة، بقدر المستطاع بحاول ابعد عن المخالفات بالنسبة لليوتيوب. بالنسبة للجهاز زي ما قلنا، الامكانيات سهلة جدا، وفي نفس الوقت سهولة الوصول وسهولة التشغيل، اي حد ممكن يشتغل على الجهاز بسهولة تامة. طبعا هنعمل فيديو شرح كامل بإذن الله رب العالمين، شرح كامل ازاي تشغل الجهاز، ازاي تخش على المنصات، ازاي تخش على النت، تقدر ان انت تعمل سيرش، تنزل تطبيقات، اي تطبيق تتخيله ممكن تنزله على الجهاز وهيشتغل معاك بصورة طبيعية جدا، اي تطبيقات بصيغة الاي بي كي الخاصة بالاندرويد الجهاز بيقبلها بصورة ممتازة جدا، واتساب، فيسبوك، الالعاب، عندك في متجر العاب موجود في الجهاز نفسه مع متجر التطبيقات، في عندك متجر العاب للاطفال تقدر تلعبوا بيه الماوس بصورة سلسة جدا وسهلة جدا، كل ده موجود على جهازنا النهاردة، جهاز محترم جدا، التوربيني 3000 توين 3000 او ستار نت توين 3000. طبعا ده كان شرح مبدئي بالنسبة لجهازنا النهاردة، جهاز توين 3000. دمتم بصحة وبعافية، وان شاء الله انتظرونا في باقي الشروحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.